بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قد تقدم الكلام في آخر الحلقة السابقة على أول هذه الآية، وانتهى بنا إلى قوله تعالى: شهداء بالقسط. فالله سبحانه وتعالى أمر بالعدل في الشهادة على النفس وعلى القريب والبعيد وعلى العدو والصديق، شهداء قوامين لله شهداء بالقسط أي بالعدل، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فالواجب على المسلم أن يقول الحق سواء على نفسه أو على قريبه أو على عدوه أو على صديقه، لا يحابي في ذلك ولا يشهد شهادة الزور من أجل إرضاء أحد أو من أجل نيل طمع أو غير ذلك. فيجب أن تكون الشهادة على العدل وعلى العلم وعلى إقامة الحق، هذا هو المقصود بالشهادة، شهداء بالقسط. ثم قال سبحانه، يعني القسط معناه العدل، ثم قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن البغض، ولا يجرمنكم شنآن أي لا يحملكم بغض قوم على ألا تعدلوا، أن تجوروا عليهم بسبب بغضكم لهم، بل الواجب أن تقول الحق ولو على نفسك، وأن تقول الحق ولو كان في صالح عدوك، لأن هذا هو صفة المؤمن. وإذا كان يبغض شخصا إما بغضا شخصيا وإما بغضا دينيا، حتى الكافر والمشرك والمخالف في الدين لا يجوز أن تشهد عليه بغير حق، بل الواجب أن تشهد بالحق ولو كنت تبغضه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وكذا هذا في الشهادة، وكذلك في الحكم. فالقاضي يجب عليه أن يحكم بالحق وأن يحكم بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولو كان المحكوم له عدوا لك، أو كنت تبغض المحكوم له، فلا يحملك بغضك له على أن تجور عليه في الحكم، بل الواجب أن تنصف الخصوم من الأعداء ومن الأصدقاء ومن المؤمنين ومن الكفار، أن تعدل في حكمك وأن تقسط في حكمك، هذا هو الواجب. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ثم قال: اعدلوا، بعد أن نهى عن عدم العدل أمر به أمر إيجاب: اعدلوا، أي اعدلوا بين الناس ممن تحبون وممن تبغضون. ثم قال: هو أقرب للتقوى. هو أي العدل، فالضمير يرجع إلى مصدر مقدر. اعدلوا هو أي العدل أقرب للتقوى، وذلك لأن العدل من خصال التقوى وهو قريب منها،
وأما الجور فهو بعيد عن التقوى وصاد عن التقوى والعياذ بالله. والمراد بالتقوى تقوى الله سبحانه وتعالى وخشيته والخوف منه سبحانه وتعالى، هو أقرب للتقوى. ثم قال: واتقوا الله، أمر بالتقوى بمعنى أن تجعل بينك وبين غضب الله وعقابه وناره وقاية تقيك من ذلك، وذلك بطاعة الله سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الله خبير بما تعملون. هذا تعليل لما سبق من أن المؤمن يجب أن يعلم أن الله خبير بما يصدر منه من خير أو شر، ومن ظلم وعدل، ومن جور وعدل مع الناس، إن الله خبير بذلك. ولو حاول إخفاءه فإن الله جل وعلا يظهره علانية ويحاسبه عليه يوم القيامة. فيجب على العبد أن يجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه حينما يشهد، حينما يحكم بين الناس، حينما يتكلم في الناس، أن لا يقول إلا الحق وإلا العدل، ويتجنب الغيبة والنميمة، يتجنب شهادة الزور، يتجنب الحكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو لرغبة من غيره. فالمؤمن عبد لله سبحانه وتعالى، فيطيعه في كل حال وعلى كل ويطيعه في كل حال وفي كل مناسبة، يكون الله جل وعلا نصب عينيه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا هو المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. إن الله خبير بما تعملون. خبير صيغة مبالغة من الخبرة، والله جل وعلا خبير بأعمالنا الظاهرة والباطنة. فعلينا أن نتقيه سبحانه وتعالى، وأن نصلح سرائرنا ونصلح ظواهرنا، ونلزم العدل في القول وفي الشهادة وفي الحكم بين الناس. فإن الله سيسألنا يوم القيامة عن ذلك، وسينصف من ظلمناهم بإعطائهم حقوقهم من حسناتنا. فيجب على المسلم أن يحسب لذلك حسابا، وأن يتقي الله سبحانه، لا سيما إذا تولى ولاية من الولايات كالقضاء والإدارة والإمارة وغير ذلك، فإنه يجب عليه أن يتقي الله في منصبه، وأن يعدل بين الناس، وأن يؤدي الحقوق إلى مستحقيها، وأن يمنع الظلمة من أخذ حقوق الناس، فإن الله ائتمنه على ذلك. فالله جل وعلا سائله يوم القيامة عما تولاه وعما تصرف فيه، فإنه سيحضر يوم القيامة ويحاسب عنه ويجازى على فعله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالواجب على الولاة وعلى القضاة وعلى المدراء في الدوائر أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. يجب على الشهود الذين يشهدون على الناس أن يشهدوا بالعدل، أن يشهدوا بما يعلمون، ولا يشهدوا شهادة الزور أو يشهدوا من غير تثبت ومن غير روية، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.